منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات ايجابيه على مختلف الاصعده، وتعد الصين من بين اهم القوى الكبرى التي تربط مصر بعلاقات وثيقه معها، امتدت الى مجالات مختلفه بدعم كبير من قيادتي البلدين. حقبه جديده ومتميزه من العلاقات الثنائيه تشهدها مصر والصين، خاصه في ضوء ما شهدته هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي. تطورات ايجابيه في العلاقات وصلت لتاسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي واصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي. الزيارات المتبادله بين بكين والقاهره تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزياره الى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه الشامله، وتجلى اهتمام القياده السياسيه في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائيه خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال الزياره التاريخيه للرئيس الصيني شي جين بينغ الى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركه بمناسبه الذكرى السنويه 60 لاقامه العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين واعلن تدشين عام الثقافه الصينيه في مصر وعام الثقافه المصريه في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي وفي ابريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اجتاح العالم سارعت مصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى ومثل ذلك لم تنس الصين دعم مصر لها في بدايه الجائحه فسارعت بارسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبيه لمكافحه فيروس كورونا في اطار التعاون بين البلدين